معناها اليوم تبعت النتيجة، معناها كي تشوف الأداء تروح الكلوب تسرق لنا الماتش اليوم أداء ونتيجة، ما علينا كان نكمل ونخدمه وإن شاء الله جاي أحسن بإذن الله. نادي راس فاقسي فما هدفته للنادي راس فاقسي صح؟ والله مش على ماتش باش تبدل الهدف نتاعك، يظهر لي معناها أهم حاجة لازمك تكمل تخدم كيما تخدم في الانترينمون، ولي جرون ماتش كيما هكا راه ما يلزمكش تتغرب بهم، يلزمك تزيد تخدم اكثر. معناها هاك تشوف المجموعه قاعده تقدم، فريق كيما نجم الرياضي الساحلي معناها راهو فريق كبير يوصل لك كام بينالتي سي با فاسيل، يظهر لي اسيس ديفونسيف قويه برشا، عندنا دي شيما نلعبوها لهم ان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل باذن الله. من الاولاد اليوم صارت في سوسه قدام فريق نجم الساحلي فريق كبير كيما صارت ديفيت ضد صحيح، تعرف ثلاث نقاط من سوسه بالذات معناها ما كانوش ساهلين، كنا عارفين الاطوال حب تعمل رياكسيون في الماتش هذايا، كنا ديسيدي اكثر منهم، كنا كومباكت، كنا يد واحده، كنا قلب واحد، كاو الحمد لله ربي بارك وجبنا 3 بوان من سوسه الحمد لله. يرجع رامي للكاج كاسيسي، مش نحكي على رجوعي، من عرفش انتم تفرجتوا حسيتوش اللي انا كنت غايب، بالعكس جروب كامل كانوا موجودين، كنت موجود معاهم. رامي جيدي مش يلعب وحده، يكمل الفريق وان شاء الله بون كونتينيو. شفنا الاداء نتاع نادي راس فاقسي قاعد يتحسن في البلان انديفيديال الكوليكتيف، معناها الشوط الثاني على مستوى عالي في النادي الفريقي تلعب بعشرة، معناها مالغري لا ديفيت بعد المباراه تحدث مع اللاعبين قلت لهم ما فماش علاش باش يحشموا عليهم اللي يهزوا روسهم، لازمنا نحضروا مباراه ليتوال من اليوم، بدينا نحضروا في مباراه ليتوال كنا عارفين على شنو قادمين، شفتوا التغيير معناها سيماريا حطيناه جوش خاطر كنا عارفين اللي بانغورا والبريكي معناها الشيره اليمين تاع النجم الساحلي هي براتيكمون الشيره القويه وهي الشيره اللي تخلق الخطر، حاولنا نبلوكيو معناها الشيره هذيك ونستغلوا كومي فول لي سباس اللي موجودين في الظهر، شفتوا الشوات في الشوط الاول كان ديسيزيف كيف على مرزوق الشوط الثاني، معناها براتيكمون البلان دو جو تاعنا نجحنا فيه الحمد لله، بيان سور الميريت يرجع للملاعبيه ديما، لكن اليوم هذا ما ينقص حتى شيء من قيمه النجم الساحلي لفريق كبير عنده مجموعه طيبه، واكيد النجم الساحلي مش باش يخف على الهزيمه تاع اليوم، مازالت البطوله طويله بالنسبه لنا احنا، ما علينا نكملوا نخدموا على رواحنا، انتصار سيفريت مهم لكن ما لازمناش نهبلوا نخليو ساقينا على الارض، كملوا نخدموا على رواحنا خاطر عندنا اوبجيكتيف ان شاء الله باذن الله. سارة ما ظهرت في خدمه الاسعد العمدوني اليوم ايضا قعلول وقت عمل فوت خرجته من التشكيله الاساسيه. كيما تحدثت مع اللاعبين الكل باش يكون واضح بالنسبه لي انا الملاعب اللي يخدم على روحه اللي يعطي 100% في ليزونترينمون اللي مستعد باش يضحي على خاطر اصحابه هو اللي باش يكون موجود في ليزونترينمون. كيف تحدثت اول ما جيت مع قعلول ورامي؟ ما نجمش نحي قعلول قلت له انت توا اليوم البرومي جارديان قاعد تخدم في الكيبيرسونال موجود، بالنسبه لي انا ما عليك الا تعطي روندمون المطلوب منك خاطر تلعب في نادي كبير كيما نادي راس فاقسي، وكي يكون عندك معناها حارس في المنتخب يلزم الحارس هذا يجيب مباريات. وقت اللي قعلول شفناه ماهوش 100% رجعنا رامي، بالنسبه لي انا حاجه باهي الكونكيرونس بين قعلول ورامي تخلي زوج جارديانات معناها يخدموا على رواحهم وخليهم يتحسنوا زوج. رامي اليوم رفقوا ربي ان شاء الله معناها اللي جاي خير. شوف المدرب عنده ذاك هو الحمد لله اليوم روحنا بانتصار اللي فرح الجروب كامل ومصلحة الجروب قبل كل شيء. رامي عبد طرح رغم انه ما جاتش يعني فرص اختيار والله دوما شفتوا الماتش معناها كو ما يقلقناش شكون يشد جول شكون يكور، المهم اللي فرحنا هو 3 بوان اللي روحنا بهم هكاش النجم. في بين الميتون شفتك هادي كان ثم مناوشه صغيره مع جمهور النجم الرياضي الساحلي، شنو صار بالضبط؟ والله صحيح سوسه من قبل تما برشا مناوشات كاو سخونه شويه بين سوسه وصفاقس، اما ليسونسيال تعدى ماتش حلو في التيران كاو هيك الحال ليسونسيال.